السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف برنامج ظريف جدا تقدر تلعب فيه في صورتك. اقول له مثلا فيس اب، اقول له سيرش، هيبدأ يجيب لي التطبيق دوت اللي هو نص الوش بلون والنص الوش التاني بلون اخر. اقول له اوبن وتبدأ تصور نفسك او تبدأ تقول له انا عايز صورة معينة، اختار صورة من اللي عندك. هو بيبدأ بقى يحلل الصورة، وزي ما انت شايف الصورة مش مفيهاش ابتسام، ممكن تقول له سمايل فيبدأ يلعب في الصورة ويخلي فيه ابتسام. يعني ممكن نختار صورة تانية مثلا، تقول له سمايل، هيبدأ يخلي الصورة فيها ابتسام. طيب دلوقتي مثلا اقول له انا عايز اشوف الشخص ده شكله بقى قد ايه لما يكبر. اهوت متصابي. لو انت عايز تحط اللحيه، طبعا في لحيه موجوده بس هو هيزودها بشكل ظريف شويه. طيب ممكن تقول له مثلا ان عايز اغير لون الشعر، طبعا في الوان تانيه كتير تقدر تختار منها. ممكن تقول له انا عايز احط فلاتر، ممكن تحط خلفيه مثلا دي الخلفية ديت أو ديت. وهكذا ممكن تقول له لينس بلور. ممكن تقول له أنا عايز أحط مثلا تاتو معين. ففي نوع من أنواع الذكاء الصناعي لذيذ.